كلمة الفورورد هي فيها نوع من الخطأ، هي مسنومر بالإنجليزي بنسميها. هو الاسم الصحيح مش فلو كنترول، هي أوريفيس، والأوريفيس بيصير عليها بريشر دروب، ولما يصير عليها بريشر دروب تتحكم بالفلو اللي بيصير بالدم. أوكي؟ هي مش فلو كنترول بالمفهوم اللي احنا بنفهمه، هي عبارة عن ريزيستر. أوكي؟ الإيكويفلنت الكهربائي لها هو ريزيستر. الريزيستر شو بيعمل؟ بحط فولتج دروب عبره، بس بتناسب مع ايش الفولتج دروب عبره؟ مع الكرنت اللي مار فيه. والاوريفيس هاي شو رح تعمل عبرها؟ بريشر دروب، بتناسب مع الفلو اللي موجود. اوكي؟ هذه بالضبط هي الفكره. وكنا نرمز لها احيانا بالرمز، ايش كنا نرمز لها بالرمز هون؟ بي. مرات ممكن نرمز لها بالرمز بي. طيب ناخذ هاي، هذه حتى احققها لازم احط اوريفيس. الاوريفيس ببساطه نحطها بهذا الشكل. طبعا هذه هي تبسيط شديد لان الاوريفيس اعقد بكثير من هيك واشكالها مختلفه. هاي منها نوزل، مش نوزل زي هيك ديسك، في منها بتكون نوزل وفي منها بتكون فنتشوري، انواع مختلفه حسب لها. احنا اخذنا هلا هون ابسط شكل من الاشكال هاي، ورح نفترض انه عندي انا فلو في هذا البوينت بهذا الاتجاه، رح يصير فلو وحسب برنولي رح يكون هون عندي فيش بوتنشال انرجي. المعادلة تبعت برنولي مش رح تدخل فيها البوتنشال انرجي، احنا مش مميزين. اوكي؟ ثبتينها هيك. فرح يكون عندي هون في كينيتيك انرجي وايش؟ ايش بقول انرجي؟ بريشر انرجي، وهون رح يصير في عندي كينيتيك انرجي وبريشر انرجي. هلا حتى نوضح الفكرة، الافتراض في هذا الكتاب انه هذا البريشر دروب اللوس اللي بصير هون بيكون بيرمننت. خلينا نكتبها، بدي اكتبها بشكل كبير لان هاي نقطة مهمة جدا. الاسامبشن، مين الاسامبشن؟ المين اسامبشن هون، وهذا مش شرط انه يكون مين مين صحيح، بس هذا المين اسامبشن رح نشتغل عليه. المين اسامبشن، اني بريشر دروب از نوت ريكفربل. ايش ريكفربل؟ ما بترجع، ما بقدر استرجع. اوكي، وهذا هو الافتراض الاساسي، وهذا بدون المعادلات تكون غلط من هون. هلا هذا صحيح ولا مش صحيح في العالم الحقيقي هاي نتركها شيء ثاني، بس على الاقل هاي المعادله رح نشتقها من هون، وهي النقاش الطويل اللي كان عندنا في بدايه الفصل اذا متذكرين، لانه احنا قلنا انه هون عندي رح افترض ان احنا نروح الموضوع نفتح، رح احط هذه الاريا هون رح اسميها A1، ورح اخذ الاريا اللي هون اللي بنضغط عليها الفلويد رح اسميها A2. وعلى فكره A1 إذا بدنا نكون دقيقين 100% لا تساوي بالضبط الدايمتر تبع الباك، هي أقل منه بشوي. بسبب إنه هون عندي على نقطة التماس ما فيش عندي أصلاً موشن، ما فيش عندي فلو، مش متذكرين؟ وهون نفس الشيء، ففعلياً A1 الحقيقية رح تكون أقل، وأحياناً في بعض الكتب بحطوا A1 داش. وهون نفس الشيء بحطها أصغر شوي وبسميها A2 داش، وير A1 داش is smaller than A1. هذا هو مش رح يبين بالضبط. A1 داش سمولر ذان A1 و A2 داش سمولر ذان A2. اوكي؟ لكن احنا هلا رح احطهم انا هيك، فاللي بصير انه عندي هون في عندي اريا كبيره هون وفي عندي اريا صغيره هون، فراح يضطر حتى يكون الفلو نفسه فيش لوس اوف فلويد، ففي عندي كونزرفيشن اوف ماس، فالفلويد اللي موجود هون اللي مر من هون لازم نفسه يمر من هون، فالفلو عند النقطة هاي على فكرة مساوي للفلو عند النقطة هاي. اوكي، ما حد يقول لي الفلو هون أقل من الفلو هون. الفلو هون نفس الفلو هون، نفس الفلو هون، نفس هون، نفس هون، الفلو ما تغير. شو صار؟ حتى نقدر نمر من الفتحة الصغيرة هون شو اضطرينا نعمل؟ نرفع السرعة، فعندي A1 في V1 تساوي A2 في V2. فالكيو constant everywhere ويساوي A1 في V1 يساوي A2 في V2. إذا بدنا نكون دقيقين رح نحط هون داش. أوكي؟ لأنه فعليا عند نقطة التماس في السطح، السطح عم بمنع الفلو اللي ملاصق له تماما، فالإفكتيف أريا هي أقل شوي، فرح يصير عندي هذا A1 V1 بيساوي A2 V2. ومن هاي بستنتج الآن إنه V1 على V2 بيساوي A2 على A1 داش، مش هيك؟ هي ظلت هاي V1 في A1 وV2 في A2 منهم.
هاي اول شيء. هلا بدنا نطبق برنولي على هاي، فرح نقول الانرجي الموجوده هون في ماس في كتله من الماده هي نفس هذا، ورح نفترض كمان في عندي اسامبشن ثاني انه الفلويد incompressible is a rho 1 تساوي rho 2، ما بتتغير density تبعت هذا الفلويد. هذا مش صحيح في الجاسس بس بشكل عام صحيح في الليكويد. اذا هلا هون ناخذ نشتق المعادله، لو اخذنا ماس معينه من هذا الفلويد راح اقول انه هاف ام في اللي هي كابيتال في اللي هي الفوليوم، هاف ام في اسف في اللي هي السرعه، هاف ام في 1 سكوير زائد البريشر عباره عن بي في في، فهون راح يكون عندي بي 1 في في 1، هون في اللي هي الفوليوم. الام جي اتش راح نفترض انه ام جي اتش هون وام جي اتش هون متساويين، فالبوتنشال انرجي راح يتغير، راح يصير عندي هذا بيساوي هاف ام في 2 تربيع زائد بي 2 في في 2. هلا ممكن نعمل اكثر من شغله، خلينا نقول راح نقول انه في 1 تساوي في 2 تساوي في رو 1 تساوي رو 2، فبقدر اعدل الان المعادله هاي بتصير هاي هاف ام هي عباره عن رو في في 1 في V1 سكوير زائد P1 في V1 تساوي half rho في V2 في V2 سكوير زائد T2 في V2، بس V2 بتساوي V1 بتساوي V، فV1 مع V1 مع V2 مع V2 بشطبهم هون، فبصير عندي الآن half rho V1 سكوير زائد P1 بتساوي half rho V2 سكوير زائد P2. والرو نعم والرو كمان بترو، لا ما فيش هون فيش عندي، لو عندي رو هون كان شغلتها. هلا احنا بدنا نحاول نركز ناخذ البريشر دروب، قديش البريشر دروب راح يكون؟ البريشر دروب هو بي 1 ماينس بي 2، مين البريشر تبعه اقل؟ هات، ومين الفيلوسيتي تبعته اقل؟ ها، عشان تكون بوزيتيف راح اخذ بي 1 ماينس بي 2 بتساوي دلتا بي وتساوي، فصارت بي 1 ماينس بي 2 فراح تصير هذه بي 2 سكوير ماينس بي 1 سكوير، فراح تصير هاي تساوي هاف رو في في 2 سكوير ماينس هاف رو في في 1 سكوير، وتساوي نطلع هاف برا ورو برا بصير عندي في 2 سكوير ماينس بي 1 سكوير. هلا بنقدر نقسم، ايش نقسم؟ نقسم على في 2 سكوير ونضرب في في 2 سكوير، فاذا هون اخذت هذه بتساوي هاف رو في 2 سكوير برا وجوا نقسم على في 2 سكوير بصير عندي 1 ماينس في 1 على في 2 تربيع تربيع بتساوي هون دلتا في 1 على في 2 شو بتساوي؟ A2 على A1، فهذه بتساوي الان هاف في 2 تربيع وجوا عندي 1 ماينس في 1 على في 2 بتساوي A2 داش على A1 داش رو هاف اوكي اطفي الهاتف عشان نمحي اللوجو.